يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوكه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 31، الصغرى 19، الإسكندرية 30-18، مطروح 28-17، بورسعيد 25-18، والإسماعيلية 31-18. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 31، والصغرى 17، العريش 27-17، طابة 31-20، شرم الشيخ 32-22، والغردقة 31-21. والأقصر، الأقصر العظمى 35، والصغرى 19، أسوان 34، أسوان 35-20، الوادي الجديد 34-20، شلاتين 31-20، وأخيرا حلايب 28-22. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.